مجال مرة أخرى. عالية مجال. جميلة والهدف. هدف من علي بن حليمة. جميل هذا الهدف. علي بن حليمة يصعد. بعد سنة واحدة فقط من هذا الإنجاز، شيخ المدربين حميد كرمالي يعود ويهدي للجزائر كأس الأفرو آسيوية أمام منتخب إيران. أن تكون الدقيقة 34 من الشوط الثاني هنا في الجزائر هي نفس ونفس التوقيت الذي كان قد سجل فيه تعزيزي الهدف الأول في طهران في الشوط الأول. جميل المجال وعلي علي علي جميل في هذه اللقطة. جميل مشكل وزاري. وفي هذه اللحظات يعلن السيد ناجي تويني عن نهاية هذه المقابلة وتتويج المنتخب الجزائري للكأس الإفريقية الآسيوية.